السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي الدكتور. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. العرائش تسلم عليكم سيدي الدكتور. حياكم الله وبياكم أخي الفاضل. اجعل هذه الليلة ديال الجمعة عليكم باليمن والبركات في هذا البرنامج المبارك الذي دائما تشنف فيه الأسماع بالقضايا ديال المجتمع المدني، وخاصة القضايا ديال الاجتماعية لرد يعني الأشياء التي تحيط بجميع المواطنين والمواطنات. فنشكركم جزيل الشكر، وكذلك نشكر إذاعة ميد راديو والطاقم اللي كيكون معك دائما، كنشكرهم الله يجازيهم لأنهم كيسهروا بواحد التقنية كبيرة جزاهم الله عنا خيرا. والحمد لله كان دائما كان نهتموا بالاستماع والاشتياق الى اتصالكم بنا في جميع القضايا. بارك الله فيكم سيد عمر، بارك الله فيكم وحفظكم الله ورعاكم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هذه الليله المباركه هي ليله الجمعه، وليله الجمعه كيكون فيها الترحم على الأموات وعلى الأحباب الذين انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء. هذه فرصة للكثير من الأحباب ربما قد فقدناهم، ولعل أحد الأحبة أيضا من المقربين إليكم قد انتقل للرفيق الأعلى وهو ذو شأن عظيم. هو الدكتور البروفيسور الأستاذ في جراحة العظام الدكتور خالد حمان. هذا الرجل سيدي الدكتور بكل صراحة فقدناه، لأنه رجلا ماشي غير طبيبا أو دكتورا، بل هو كان رجلا رحمة الله عليه. سيد خالد حمان كان رجلا عظيما ورجلا محبا للمساكين ولجميع الطبقات. دفنه البارح بعد صلاة العصر في مدينة العرائش بالمقبرة الولية الصالحة للا منانة المصباحية، حيث حضرت معنا جماهير غفيرة من المحبين للفقيد، وخاصة الذين يعرفونه في مسار حياته، لأنه حقيقة هذا الرجل قل مثيله. خكينا هاد الحمد لله كاين الناس للأسف انقطع الخط مع السي عمر المريني، وهو يحكي لنا عن هذا الفقيد الذي كنا نسمع فعلا عنه أشياء الكثير. كان مديرا للمستشفى المركزي بالرباط، ويروى أن في عهد الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله تعالاه كان في عهده يقوم بالليل ويتفقد المصالح الإدارية ويتفقد المستشفيات ويتفقد المؤسسات. ومما يروى سمعناه أن المرحوم الحسن الثاني طيب الله تعالاه خرج للمستشفى الجامعي بالرباط، وكان هذا الفقيد أنذاك مديرا له، فدخل على بغتة فوجد بأن كل شيء بنظام وانتظام، لقى بأن هناك النظام وأن الأمور كلها مستوية، فأعجبه الوضع الداخلي للمستشفى فاستدعاه، وقيل بأنه قدم له هدية كبيرة في ذلك الزمان، هدية قيمتها 50 مليونا. أخذها الرجل عوض أنه تأكل له عبارة عن ينتفع بها، اشتراها معدات إضافية للمستشفى، واشتراها أدوية، وهذا خبر يتداول بين المقربين من هذا الطبيب لا حول ولا قوة إلا بالله. سيدي عمر المريني، مسدي حياكم الله مولاي.
نعم. ما عندنا انقطع الخط فرحم الله الفقيد. نعم سيدي الدكتور، هذه القضية هذه معروفة عند جميع الأطباء القدام والأطباء اللي باقيين كيعرفوا سيدي الدكتور، أن جلالة المغفور له الحسن الثاني رحمه الله مشى زار واحد المستشفى في الرباط، وكان آنذاك هو مديرا لهذه المستشفى. فلما زارها جا سول على تجهيزات ديالها، صاب عدد ديال الامور منضبطه في ذلك المستشفى، ولقى النظافه. قال لهم يا ودي شكون هاد المسؤول اللي كاين هنايا؟ قال له الدكتور الخالد حمان رحمه الله عليه. وحكى هذه القضيه احد من الاقارب المقربين اليه سيدي عبد الرزاق العميار، عبد الرزاق عميار نسيبه الله تعالى يشافيه ويزكي له في العمر، لان انا ذاك كان سي عبد الرزاق عميار مسؤولا امنيا في الرباط. وهذه القضيه هذه كان سيدنا الحسن الثاني رحمه الله قدم عيطلو بالهاتف وجال عنده وقدم له واحد المبلغ ديال 500,000 درهم، 50 مليون سنتيم. قال له ها هي صنع بها ما شئت. فقبض هو ناض شرى بها المعدات والأشياء والأدوات التي غير موجودة عنده في المستشفى، وقام بشراء جميع المعدات رحمه الله عليه. الرجل كان الدكتور خالد حمان رجل جاهدا، رجل متواضعا، رجل متدينا، رجل محبا في الله، متصوفا للغاية، كان يحب الطريقة الحراقية التقوية، بحيث أنه كان دائما يحضر في مواسم ديال تطوان. كان مولعا بالمرحوم عبد الصادق شقارة وبالمرحوم العربي التمساماني، كان يحفظ الأمدح، كان يعمل الأدعية، يعني الصلاة كانت عنده في وقتها، وكان محب المساكن. الجيم دياله دائما كيخوى ودائما كيعمر، اللي كيتلقاه اللي ما عطاه يشري الدواء كيعطيه البركه النقود. والرجل رحمه الله عليه كان يعني طبيبا، خدم مع وزاره الصحه واحد المده وتقلد مناصب، كان رئيس الديوان ديال الوزير السابق سيدي العالمي، وكان مندوبا للصحة في الجديدة، وتقلد مدير المستشفى الكبير في الرباط، وكلفته وزارة الصحة بعدة مؤتمرات ديال جراحة العظام في فرنسا وفي إسبانيا ومشات الأمريكا رحمة الله عليه. هذا رجل من أعيان مدينة العرائش، رجل كان وطنيا مخلصا، محبا للعرش العلوي، محبا للمرحوم الحسن الثاني، ومحبا لجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله هو إيده. وحضر الجنازة عدة شخصيات هامة، كان يعني عدد ديال الحضور وعدد الشخصيات الدينية، أمثال الشيخ طريقة الحراقية بالمغرب سيدي مولاي الغالي الحراق أطال الله في عمره، جاهو والمريدين ديالو، وجاو السادة المادحون من الرباط والدار البيضاء والعرائش والقصر الكبير، كل من يعرف الفقيد كل حضر لجنازته على التواضع ديالو وعلى المحبة ديالو للمساكين وعلى الخدمة ديالو الصحية التي كان يخدمها مجانا. كان يخدم الناس مجانا ويخدم النساء مجانا، وكان هو كعزيز عليه اللي يدعي معاه، كان يقول أنا بغيت غير الصحيحة. الله يرحمه سي الخالد حمان، والعائلة ديالو عريقة، العائلة ديال الحمان وعائلة ديال النظير والعائلة ديال الأنساب ديالو ديال عميار وبن كيران، كلهم هادو عائلة فاضلة طيبة كانت متمسكة به ومحبة بالدكتور الخالد الحمان رحمة الله عليه. وهذا رجل سيدي الدكتور حقيقة كان افتقدوا هاد الناس، كيخليوا البصمات ديالهم ديال 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 الخير على 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 المواطنين والمواطنات ورحمة الله عليه. فنسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يرحم جميع عباد الله المسلمين. اللهم آمين. وهذه مناسبة مولاي عمر المريني، هذه مناسبة أن ليلة الجمعة والكثير معنا ربما فقد الأحباب ديالو، كل فقد الوالد او الوالده او الجد او الجده او المقربين كبار او صغار. هذه فرصه نديروا واحد دعوه ديال الترحم على امواتنا واموات المسلمين اجمعين، وفي مقدمتهم هذا الفقيد المبارك، هذا الطبيب. نعم المحب للمساكين والمحب للمؤمنين. يا رب يا كريم الفاتح رحمه الله عليه. اللهم يا ربي ارحم جميع اموات المسلمين قطيبه، وارحم اللهم يا ربي هذا الفقيد سيدي الدكتور الخالد حمان، هذا العرائشي، هذا الرجل الذي عاش في الديار الرباطيه ومشهرا عند جميع الاوساط وعند جميع الاطباء.
هذا الرجل اللهم يا رب اغفر له وارحمه واجعله في مقام العليين في جوار النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا رب ازيه عن ما قدم أحسن الجزاء. اللهم يا رب انقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تستنا بعده وتقبل منه يا رب صالح الأعمال. اللهم يا رب تقل الميزان ديالو حسناته وطهره من السيئات واجعله يا ربي في جوار سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إنا لله وإنا إليه راجعون. وارحم اللهم يا ربي أباءنا وارحم والدينا وارحم جميع أموات المسلمين قاطبة من المغاربة ومن جميع أموات المسلمين قاطبة الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم هدية ورحمة إليهم. اللهم يجعل هذه الليلة ديال الجمعة هدية لروحهم الطاهرة. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تستنا بعدهم. وارحم يا ربي جلالة الملك مغفور له البطل المجاهد مولانا محمد الخامس قدس الله سره. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تستنا بعده. وارحم اللهم يا ربي باني المغرب موحد البلاد مولانا الحسن الثاني ارحمه بالسبع المتاني واجعل اللهم يا رب القرآن العظيم هدية ورحمة إلى روحه الطاهرة. وارحم يا ربي ارحم يا ربي جميع الشهداء الأبرار الذين دافعوا وحرروا وجهدوا في هذه البلاد. اللهم تعالى اجد عليهم الرحمة وانصر اللهم يا ربي مولانا محمد السادس الذي لا يدخر جهدا على خدمة هذا الوطن في جميع القضايا ديال هذا الوطن ديال هذا المغرب ديالنا العزيز. اللهم تعالى يرزق الصحة والعافية وحوصه اللهم يا ربي بألطافك الخفية. اللهم يا ربي سلم جسمه من الأمراض. اللهم يا ربي سلم جسمه من الأمراض فاشفيه شفاء عاجلا واجعل اللهم يا ربي القرآن العظيم شفاء له ونورا عليه. اللهم يا ربي أبقيه لنا دخرا وملدا لهذا المغرب حتى يشوفوا إن شاء الله في ازدهار كبير إن شاء الله. واحفظه اللهم يا ربي في ولي عهده المحبوب صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن أنبته اللهم يا ربي نبة حسنة وشد أزره بشقيقه الأمير الجليل مولاي راشد. واحفظنا اللهم يا ربي في العرش العلوي المجد. اللهم يا ربي فرج عن المغاربة فرج هم المهمومين فرج كرب المكروبين. اللهم يا ربي من كان في ضائقة مالية فاللهم يا ربي اقضي دينه فاللهم يا ربي اقضي دينه. يا ربي احنا كنتمسكوا بك تقضي الديون ديال جميع المغاربة يا ربي تفرج الهم ديالهم. يا ربي اللي كيطلبك واللي كيطلبك واللي كيدعي لك يا ربي استجب دعاءه وفرج اللهم يا ربي همه. اللهم يا ربي سقي المغرب ديالنا غيث النافعة. اللهم يا ربي سقي المغرب ديالنا غيث النافعة ولا تجعلنا من القانطين يا مولانا لا تجعلنا من القانطين. اللهم يا ربي سقي المغرب ديالنا غيث النافعة واحفظ المغرب ديالنا يا ربي من الزلازل ومن الكوارث ومن أعداء ومن كيد الكائدين وكيد المتآمرين بجودك وفضلك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وارحم يا ربي أباءنا وارحم جميع أموات المسلمين. اللهم يا ربي من كان مريضا في المغاربة فاشفيه أنت الشافي. اللي مريض في المغاربة يا ربي ارفع عليه الداء. يا ربي ارفع عليه الداء. يا ربي ارفع عليه الداء. يا ربي اجعل القرآن العظيم شفاء له. اللهم يا ربي اجعل القرآن العظيم نورا عليه ونورا عن شماله فاشفيه أنت الشافي أنت العافي أنت الكافي شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. فسلم اللهم يا ربي جميع مرضى المغاربة ومرضى المسلمين. سلم الجسم ديالو من المرض وارفع عليه عوض الداء. اللهم يا ربي ارفع عليه عوض الداء واجعل اللهم يا ربي الألطاف الخفية حصنا مكينا على نساءنا وعلى النساء المغاربة. اللهم يا ربي اجعل القرآن العظيم نورا لهم وحجابا لهم وحقق اللهم يا ربي رجاء الجميع بجاه النبي الشفيع بجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. بالسر وبركة اللهم اصل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله يحلي كلامك يا سيد الدكتور. الله تعالى يحفظك. الله يعطيك التيسير. الله يحقق الرجاء ديالك بجهودك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إلا الله الله حي وباقي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله حي وباقي تبارك نبي اللطف الخوف يا ربنا فأنت الذي تشفي وأنت الذي تعفو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله حي وباقي أنغيتنا أنغيتنا لطيفا بخلقه إيدانا سلوك الباء ويتباع الهلطف. جزاك الله ألف خير، جزاك الله ألف خير الشيخ الفاضل مولاي عمر المليني. ربما هناك خلل في الصوت، ولكن كلام جميل وذكر وابتهال إلى المولى عز وجل. جزاك الله عنا خير الجزاء، جزاك الله عنا خير الجزاء. وهذه مناسبة ندعو جميعا كل أمواتنا، اللهم يا رب ارحم آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا، وارحم برحمتك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين شهدوا لنبيك بالرسالة وماتوا على الإيمان واليقين. اللهم يا رب أنزلهم جميعا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلهم في بطون القبور مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وبجود رضوانك واثقين وإلى أعلى علو درجاتك سابقين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انقلهم من مواطن الدود وضيق اللحود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اللهم يا رب يا كريم اجعل قبورهم جميعا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم أعدهم من عذاب القبر واملأ قبورهم بالرضا والنور والفسحة والسرور. يا رب افسح لهم في قبورهم مد البصر وافرش قبورهم من فراش الجنة. يا رب اجعل عن أيمانهم نورا وعن شمائلهم نورا ومن أمامهم نورا ومن تحتهم نورا ومن فوقهم نورا ومن كل جوانبهم نورا، واجعلهم يا رب آمنين مطمئنين. اللهم يا رحمن يا رحيم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثقل بالحسنات ميزانهم وثبتهم على الصراط أقدامهم وأسكنهم في أعلى الجنات في جوار نبيك ومصطفاك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعلنا وإياهم من المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. اللهم يا رحمن يا رحيم كل من طلب منا الدعاء، اللهم حقق رجاءه. اللهم أختنا حورية وأختنا فاطمة وأختنا الحسنية وعزيزة والسي محمد مجموعة دي الأشخاص اتصلوا بنا من مدينة نواحي توريد. اللهم يا رب حقق رجاءهم وبلغ مقصودهم. نسأل الله تعالى كل من طلب منا الدعاء في هذه الساعة المباركة ليلة الجمعة والدعاء فيها مستجاب لا يرد. اللهم حقق رجاء الجميع وبلغهم مقصودهم.
اللهم يا رحمن يا رحيم اصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وبشرنا بقولك وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أيها الأحباب الكرام، نستمتع وإياكم بهذه القصيدة الدينية المباركة التي تبشر بأن الله تعالى يسمع دعاء الداعين ويسمع مناجاة الذاكرين ويفتح لهم أبواب العطاء والكرم ويعطيهم من عطائه الجزيل ويكرمهم من كرمه الوفير حتى يقولون حمدا لك يا رب وشكر، فقد نلنا ما نوينا، نلنا ما نوينا، لك الحمد ألف ألف مرة ولك الشكر مليون ألف مرة. والصلاة على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.